يعني واضح الدور الذي يقوم به الرئيس بري، ولكن السؤال هو عن هوكستين. هوكستين طبعا حريص على أنه يبقى الوسيط يلي بده يكمل هذه التسوية في الجنوب، ولكن بركة في كلام لافت لوزير الخارجية عبد الله أبو حبيب بيقول فيه ورجع وضحه أنه لا فهم خطأ، سرب عنه أنه حزب الله مستعد للتراجع إلى شمال. ليش عم تضحك الليطاني إذا تم وقف الخروقات وتطبيق 1701؟ هل هذه المعلومات دقيقة؟ ما قلت تراجع عنه، ليش بدي أعلق عليه؟ هالكلام غير وارد وغير واقعي وغير صحيح. بدنا نذكر دائما اللي قاله الرئيس نبيه بري لهوكستين ممكن أو لغيره، نقل النهر الليطاني إلى الحدود أسهل من إعادة أو إرجاع المقاومة. طلع انتشرت هذا الكلام بالتسوية المقبلة، ما في بأي إمكان لتراجع. ما أول شيء بال 17، لا لك شيء، 1701 لا ينص على ذلك. لبنان الرسمي والمقاومة ملتزم بتطبيق 1701 كاملا، على أن تطبقه إسرائيل كاملا. مش إسرائيل بتضلها تعمل طلعات جوية مثل ما قال هوكستين للنائب وليد جملات، وزير السابق وليد جملات، أو هي ما فيها تخلى عن طلعات الجوية، وما فيها ما بدها تترك مزارع شبعة، وما بدها تترك البيوان. يعني هي ما بدها تطبق 1701. إذا بدهم يطبقوا 1701 المقاومة لبنان جاهز ويطالب بتطبيق 1701. إذا بدهم يعملوا تطوير أو تعديل ل 1701 في مؤشرات اللي قالوا الرئيس نبيه بري لهوكستين، نعم، واللي انتشر واللي قالوا سيد حسن نصر الله على الهواء أيضا. سيد حسن قال أنه أي تعديل لل 1701 بده يكون وفق موازين القوى الجديدة. نعم. يعني المقاومة اليوم أقوى من 2006 وإسرائيل اليوم أضعف من 2006. هذا واحد. أوكي. اثنين، لما قال له هوكستين للرئيس بري أنه بتبعده 8 كيلومتر كان عم بيطرح هذا، قال له إيه الرئيس بري ما في مشكل، وبتبعد إسرائيل 8 كيلومتر. كمان دائما بدي اقول هي دعوه اللي بيقولوا سيادين، مش سيادين بلبنان، يعني هذه مفهوم السياده، انك انت مش تطلع تقول انه خلي حزب الله يطبق وبعدين بنجرب اسرائيل. في لبناني بيقول هيك؟ لا، في رئيس حزب القوات بيقول انه خلي الجيش اللبناني، يعني هو يستلم الجنوب، مستلم الجيش اللبناني موجود على اخر نقطه في الجنوب، وبنشوف كيف ما بيصير شيء. يعني بيقدر الجيش امبارح الجيش اللبناني موجود على اخر نقطه بين لبنان وفلسطين المحتله. هذه امكانات الجيش. يا ريت هذا كان موجود بالثمانينات وبالسبعينات، يا ريت هذا الكلام سمع لما كان الجنوب متروك لاسرائيل تفعل به ما تشاء، ولما كان السيد الإمام القائد السيد موسى الصدر ما ترك وسيلة، ترجى المسؤولين اللبنانيين طلعوا الجيش يحمي الجنوب، ما كانوا معتبرين أصلا الجنوب جزء من لبنان. فبوقتها هذه المقاومة قامت لأنه لبنان الدولة تخلت عن الجنوب، مع العلم أنه يجوا يعملوا جيش قوي وقادر على المواجهة. نحن لسنا هواة حرب، ولسنا هواة موت، ولسنا هواة قتل، وشايفين شبابنا ومش مصدقين، وشايفين أولادنا ومش مصدقين، وشايفين حالنا ومش مصدقين، ومش مبسوطين أنه نحن عم نقاتل عن كل اللبنانيين. لو كان في جيش حقيقي مسلح تمنع أمريكا والغرب تسليحه خوفا على إسرائيل، وهذا كلام بس برجع للنظرية اللي بتقول مش كل اللبنانيين، مش كل اللبنانيين بدهم هذا القتال. بس بدهم دولة، بدهم دولة، بدهم جيش، بدهم دولة تكون حصرية السلاح بيد تمام، بدهم جيش، بدهم جيش لبناني. طبعاً اوكي، بين جيش مسلح ولا جيش هو حرس حدود، فليسلم سلاحه حزب الله للجيش اللبناني. لا، يعملوا بالاول اي واحد بالمبدا بالمنطق بالعقل بالوطنيه باللي بدك اياه، الواحد قبل ما يتخلى عن اللي معه بيجيب بديل. ما بتروحي بتبيعي بيتك بعد ما عندك بيت. يعملوا جيش قوي وقادر ومسلح دفاعيا، بدناش هجوميا، بدناش نحرر فلسطين بالجيش اللبناني، بدنا جيش قادر على حمايه لبنان. يعملوا عفوا شوي انا على الهواء عم بقول، هل صار يعملوا جيش منه دفاعي؟ هيدا هجومي. يعمل انا عم بحكي عن لبنان، عم بحكي عن لبنان. يعملوا جيش قادر على حمايه لبنان، وانا بدي اطلع معك واقول اطالب حزب الله بسلم سلاحي. ما مصير هوكشتاين اذا وصل ترامب الى البيت الابيض؟ يعني حتى هو المبعوث الشخصي للرئيس بايدن. يعني خلص بتطير كل اللي عم ينعمل حل، صاروا عم يحكوا ببدائل، صاروا عم يحكوا بشنكر او باسماء اخرى. يعني بننسى كل ما يعمل عليه عبر الرئيس بري من تسويه ومن الرئيس نبيه بري موقفه ثابت وواضح ومسجل ومدون بمحاضر وما الى ذلك. امريكا على اساس دوله مؤسسات، مش مفروض يعني اذا فال شخص ببلش الشخص الثاني من الصفر. يفترض انه يفترض هيك
بيحبوا يكملوا وياك. اهلا وسهلا. بيحبوا الرئيس بري جاهز وناطرهم. تسويه قريبه ولا الحرب لا. طويله و نتنياهو لا يريد ايقاف هذه الحرب على الاقل حتى انتهاء المشهد الامريكي يعني اعلان الرئيس الجديد الأمريكي. وتسلم الرئيس الجديد وبناء عليه يبنى على شيء مقتضاه. نتنياهو لا يريد ايقاف هذه الحرب في غزه، بده تبقى توقف بلبنان توقف باليمن، تبقى ساخنه طالما عدوان بغزه. قبل مجزرة مجد الشمس انا قلت انا اتوقع انه التصعيد ياتي من جهه المقاومه لانه نتنياهو مرتاح وضعه هيك. طب الى متى بس انه هاي ياتي التصعيد حتى يفرض عليه تغيير القواعد اللعبه والذهاب الى صفقه، لانه اذا بقيت الامور هيك قدر يتكيف ويستوعب ما يحصل بجبهات الاسناد ورايح بغزه يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء رغم الضربات وما الى ذلك. وهذا الدعم والنفس اذا بدك اللي اخذه بالكونغرس زاد شعبيته بالداخل، زاد قوته بالداخل الاسرائيلي، فهو جاي يكمل في هو واحده من اسباب اذا بدك تخفيف التهويل على اللبنانيين. يعني ساحة حرب نتنياهو الأساسية غزة، هو مصيره وتاريخه كل ما قدمه على مدى هذه الأعوام من 96 على الأقل أول مرة عمل رئيس وزراء إلى اليوم مرهون بما سيفعله في غزة. إذا لم يحقق شيء في غزة كل تاريخه سينسف وسيذهب إلى السجن، وهذا كلامهم. فإذا هو تركيزه كله يريده في غزة، عشان هيك يخاف من أن تتدحرج الأمور وتذهب إلى حرب مفتوحة في لبنان. مننسى رئاسة بلبنان؟ هن نسيوا من الاول، من قبل حرب غزه عشان ما نربطها فيها. هن طالبين رئيس بري يفتح مجلس النواب. فتح المجلس 12 مره وهلا بيفتح 12 ثانيين. بده يضل عم يفتح مجلس النواب اذا فتح مجلس هو بيقرر مرة. هذا من صلاحيات رئيس المجلس، هو المؤتمن على الدستور، هو رئيس مجلس النواب المشرع الاكبر في لبنان، وهو الذي يعلم الدستور ولا احد يعلمه. رئيس مجلس النواب هو الذي يقرر، في يده صلاحية فتح المجلس عندما تكون الظروف مناسبة. بس أنت عم تتبنى نظرية المعارضة أنه الرئيس بر المعطل الأول لما بتجي بتقلي هو بيقرر، ما في دستور، هو يقرر بناء المجلس النواب يعطيه هذا الحق. لو نحن بظروف عادية وطبيعية وفي حكومة مكتملة الصلاحيات اليوم لو راحوا فتحوا مثل ما بدهم صار المجلس هيئة ناخبة، شو بنعمل بقائد الجيش؟ كنا شو بنعمل بمجالس البلدية والاختيارية؟ في ألف حل، ما في ولا حل عندما لا في بده يصير قانون بده يطلع مش وقائع، قانون بمجلس النواب بده يتمدد للقيادات لقائد الجيش. لو كان مجلس النواب شو كان بيصير؟ لا معلش في ضابط اعلى رتبه بيقدر يتولى، فينا نروح في رئيس الاركان وفارق وشاغر المركز. فيك تروح على والمجالس البلديه مين بده يعينها؟ ما في حكومه بتعين. هلا بعينوا رئاسة اركان يا استاذ يا استاذ حسن، انت عارفه انت بتعرفي انه بهذا بعينوا ساعه ما بدهم بعين ما لا لا هذا المعارضه نفسها، هؤلاء المعارضين يسالوا هن عن الدستور. هو اللي قال ما بده تشريع بغياب رئيس الجمهوريه، نزل شرع لما امريكا بدها تمدد لقائد الجيش. لا هن وجهه نظر القوات اللبنانيه، وانا سالت هذا السؤال. هيدا يتعلق بالامن القومي، ما كان في حلول عم يتوافقوا مع يعني هلا بده يقنعونا ويقنع اللبنانيين انه مقام قياده الجيش اهم من مقام رئاسه الجمهوريه؟ لا هن بدهم انتخاب رئيس وعم بيطالبوا، ولكن الرئيس بري مش عم بيلبي مطلبهم. الرئيس نبيه بري هلا مسيب الخماسيه كلهم تبنوا رايه، ولودريان تبنى رايه، وهوكستين متبني رايه. الخماسيه متبنيه الراي بري، الخماسيه ضد رئيس حزب القوات يعني بوجهه نظرهم. السفيره الامريكيه بهدلتهم واهانتهم وعملت لهم زفه بالمقاومة. هيدا يقال ما يقال يعني. هذا المبادره اللي عملوها ردا هي عشان يرضوا السفيره، عشان ترضى عليهم. في عاقل بلبنان ببلد مثل لبنان يرفض حوار؟ طب يعني هلا اذا بدي امشي بهالنظريه، السفيره الامريكيه انه مع الحوار وممتعده من اداء المعارضه؟ طبعا، لانه اداء المعارضه يدل على خفه، يدل على مراهقه بالسياسه، يدل على مراهنه بالسياسه، يدل على انهم كما نقول دائما وليس اتهاما هؤلاء لا يقرؤون ابعد من انفهم بالسياسه، يعني مش شايفين الامور. ما بتلبي رغبه امريكا اذا بدي امشي معك. لبون عملوا ما عمر جاب لك دعوه لحوار، هلا بدهم يضحكوا على اللبنانيين. بس استجابه لحتى طبعا الواحد كان رافض الحوار، ليش بده يدعي لحوار يرجع؟ شو اللي تغير؟ يعني ليرادوا امريكا؟ اكيد. هلا بشرفك هلا اذا اجت اليوم القوات اللبنانيه نفيت رئيس بري من قبل حرب غزه وقبل ما يعلن تأييده للسفيره الفرنجيه قال
لما كان عم لما دعا للحوار، نعم، وقال هذا المثل الشهير: الكنيسة القريبة ما بتشفي. وسأل إذا دعي للحوار، أنا عم بسألك، إذا دعوا لحوار بباريس أو بالرياض مثلا أو بواشنطن، بيروحوا أو بيروحوش؟ هلا انت مش حتجاوب، انا رح يروحوا. هلا هن عم بيقولوا لانه في تجربه 2006 2006 لما الرئيس بري دعا على، عفوا 2009 وقت الرئيس سليمان لما بالدوحه 2008 كانت نفس جدول الاعمال اللي كان حاطه الرئيس بري، وما اجوا على ساحه النجمة يتحاوروا، هو ذاته اخذوا القطريين ودعوا للحوار، قاموا راحوا كلهم. والرئيس بري يقول متحسرا، بقول للاسف سلمنا على بعض بالطياره. طب لما الرئيس بري بيقول تشاور فانتخاب، يعني منروح على تشاور فتوافق فانتخاب، هيدي هي ثلاثية الرئيس بري الشهيرة. طب هل هالشي بيعني انه الرئيس بري منفتح على اسم ثالث، خيار ثالث؟ الرئيس بري كان واضح جدا لم رح يصير له، صار له 11 شهر، نعم، ب 31 اب 2023 عندما قام بهذه المبادرة اللي ما في عائل بيرفضها، بديش اقول اكثر من هيك. ما في عقل وطني جديد، معارضه ما بدها تكرس اعراف جديده. رئاسه الجمهوريه او احسن بتقول هلا يتحسسوا، رئاسه مجلس النواب مش بالعرف شيعي؟ الوزير جبران باسيل مش عطل تعيين الناجحين بمجلس الخدمه المدنيه، مع انه مش بالدستور ولا بالميثاق ولا بالطائف، بس تحت حجه العرف بده يكون في توازن. ازمه الضباط مش بالعرف كمان؟ قصدي هذا بلد قائم، هن بيسموه اسمه ديمقراطيه توافقيه، قائم على الحوار، قائم على تبادل الاراء. بالنسبه للرئيس بري قال حوار فتوافق فانتخاب، نعم، متذكر 2016 لما حكى بالسله، انت رجع حكى فيها الرئيس عون ب 2021، بس هلا عم يحكي بعده، رجع الرئيس بري يحكي بسله. سبقتنا على السؤال، اكيد اكيد اكيد، سله متكامله تشمل رئاسه الحكومه. مين عم ينحكى فاز برئاسه الحكومه؟ اذا بدنا هلا نحن جايين نضحك على اللبنانيين وجايين نحكي وقائع إلى علاقه بواقع لبنان. اذا رحنا على انتخاب وانتخب، مين بدك؟ سليمان فرنجي ب 65 ب 70 صوت، مين بشكل الحكومه؟ مين اول شيء قديش بدنا نقعد لنسمي رئيس حكومه وقديش بدنا نقعد لنشكل حكومه؟ بس منطق برجع لك على هالدستور، منطق يجوا سله متكامله يروح يعدوا الدستور. سؤالي هون لأنه بده يهمني الوقت، عم بتقلي حزب الله هو القوي اليوم وهو بالآخر بيطلع بيفرض ما يريد، يعني نحن أمام واقع أنه رئيس تيار المرد، لا هلا لما بالتسوية لنشوف، هيدا سؤالي، هل سيفرض رئيس تيار المرد سليمان فرنجي؟ وبتقلي هلا ما حدا جاي إلا سليمان فرنجي رئيس للجمهورية مع حفظ الألقاب. أول شيء أنا ما قلت هيك، وأنا بقول الأمريكيين عرضوا عليهم وما قبلوا. ما الأمريكيين وهول الهود عم بيعرضوا عليهم، خذوا سليمان فرنجي ووقفوا الجبهة وما قبلوا. مين لحظة مين عرض عليهم؟ الأمريكيين عرضوا على حزب الله وأكثر وعلى أي على الثنائي؟ إيه ما قبل؟ لا ما قبل، لأنه هذه الجبهة المقاومة شيء والحسابات السياسية شيء آخر. بعدين ليش بده يعني هالقد بعدين ليه بده يسلم ليه بده يقايد مسألة من هالنوع وقادر ياخذ الاثنين؟ يعني ممكن يتخلى هيك عن سليمان؟ بلا سمعت انا بسعى المقايضه 100%، ما تخاف ما في مقايضة. يعني ما في ممكن مقايضة. يقايد رئيس حزب بري الله. رئيس بري سئل واجاب وكان لي شرف نقل هذا الجواب. لا وقتها طلع حزب رئيس حزب القوات وقال انه بده يعملوا مقايضه بين الجبهه وبين وكذا، قال نحن في المقاومه لسنا مستعدين لان نتخلى عن شبر من ارضنا مقابل كل مناصب يعني الدوله. خلص وقت رح يوصل سليمان فرنجي او لا برايك؟ ختاما هو الارجح والاقرب والاوثق ان يصل الى رئاسة الجمهورية. بس ما هلا كان في وصله وما بده، يعني عم بقايض، ما بده مقابل سليمان فرنجي ما بيقبل ان يصل مقابل اي شيء على حساب المقاومه.